الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله. بعد تقديم فروض الطاعة والولاء يشرفنا يا مولانا أبا الأمة وملاذها، نحن أبناؤكم الطلبة المغاربة ضحايا حرب أوكرانيا، أن نتوجه إلى مقامكم العالي بالله بالشكر الجزيل على عنايتكم الخاصة بإجلائنا وتسهيل ترحيلنا إلى بلدنا المغرب عقب اندلاع الحرب بأوكرانيا، الشيء الذي زادنا فخرا بانتمائنا لوطننا العزيز المغرب، وشرفا لتربع جلالتكم على عرشه أدامكم الله فخرا وملاذا لنا ولوطننا. مولانا أبو الأمة الحانون، نحيطكم علما ونحن على مشارف الدخول الجامعي أن الحكومة لم تقم بعد لا بإدماجنا بالجامعات المغربية العمومية ولا بتوضيح خيار الدراسة عن بعد ولا بإلحاقنا بجامعات دول جوار أوكرانيا. جينا اليوم هنا أمام مقر وزارة التعليم العالي كأولياء وكذلك تنسيقية الطلبة العائدين من أوكرانيا لنداء بنداء الاستغاثة من أب الأمة صاحب الجلالة نصره الله أنه باش يتبنى ملف ديال الأبناء ديالنا، لأن مع الأسف كنت وضعنا أكثر من 11 رسالة لوزارة التعليم العالي، لحد الآن مع الأسف لم يتم الاستجابة لأي منها. فجينا في هذه الوقفة كطلبة وكأولياء الطلبة من آباء وأمهات نطلب ونناشد صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله على إعطاء تعليماته المولوية لحل هذا الملف نهائيا، لأننا نحن كآباء مدمرون والطلبة مكتئبون والكل في حيرة، هل ستكون سنة بيضاء أم لا؟ نحن على أبواب الدخول الجامعي، حلول مازال ما تمتش بعد عدة وقفات وحطينا المطالب تاعنا والكل عارف المطالب تاعنا. اليوم الهدف ديال الوقفة تاع اليوم هو نداء، ونداء هو نداء استغاثة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كيف ما عطى التعليمات ديالو السامية وقام بإجلاء جميع الطلبة المغاربة اللي كانوا في أوكرانيا، نناشده باش يدخل في ملف تاعنا. اليوم كيف ما كتشوفوا كاينه وقفه اللي هي عباره عن استغاثه، نداء استغاثه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. طلب العائدون من اوكرانيا عانوا من الحرب في اوكرانيا وست شهور هما تيعانيو بعد ما كانوا مغربين لاجئين في بلدان اوروبا الشرقيه، الان اصبحوا لاجئين في المغرب بعد ست شهور، وكيف ما كتعرفوا بقى اسبوع اقل من اسبوع على بدايه السنه الدراسيه القادمه، ولا زالت ما كاين حتى شي حلول في الافق وباقي هذا الملف باقي معلق. لذلك كنناشدوا صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله باش يتبنى هذه القضيه ديالنا وتكون ان شاء الله حلول مستقبليه. جينا اليوم نديروا هذه الوقفه السلميه لسبب غير سبب واحد، ما جيناش نعاودوا المطالب ديالنا اللي صافي سيما وحنا تنعاودوا فيهم سون اوكان ريزولتا. اليوم جينا لسبب واحد اللي هو كنناشدوا صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله انه يلتفت لنا ويلقى لنا اون سوليسيون لو بلو فيت بوسيبل فو كو لا رونتري يونيفرسيتير زعما علينا 15 جور ميم با دوكو، خصنا فريمون اون سوليسيون زعما افيكاس باسكو مستقبلنا كيضيع، ضيعنا دي زاني دي زاني على ترونجي، ضيعنا بيان سور لو كوتي فينانسي حتى هو خسرنا بزاف ديال الفلوس بوغ افوار هاد لو ديبلوم. دوكو اسبيرون بيان هاد كاع هاد لي زيفور لي درنا حنا ولي بارون ديالنا ما يمشيوش ان فان، وان شاء الله لا سوليسيون تكون لو بلو فيت بوسيبل. وميرسي افو على لو سوبور ديالكم وعلى التغطيه وشكرا. ميرسي. نتمنى ان شاء الله وهذا الملتمس مقدم لصاحب الجلاله أب الأمة ان يطوى هذا الملف، ونتمنى ايضا من الاحزاب السياسيه والنقابات والفرق البرلمانيه أن توصل صوتنا إلى صاحب الجلالة لإيجاد حل لهذا الملف. وأشكر مرة أخرى وسائل الإعلام وخصوصا أشكاين التي آزرتنا في هذه المحنة، وشكرا مرة أخرى. تخرجوا ما تنسوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى برتجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.